السلام عليكم اخواني اخواتي، اليوم غادي نهضروا على البلاك فرايداي والخرافه ديالو في المغرب. هنا كنلاحظ واحد المجموعه ديال المنتجات اللي تيقولوا بانهم راه دايرينهم تخفيضات مهمه تصل الى 80-70%. غناخذوا واحد جوج ديال الامثله باش نثبتوا بان بها العكس. مثلا شوف هاد البرودوي هذا اللي كيدير 209 درهم في التخفيض، اما الثمن الحقيقي ديالو فهو 500 درهم. هذا واحد جهاز كيرتبط بالبلوتوث، كيصلح لي بريزونطاسيون بوربوينت، يعني كتبقى تدوز به بوربوينت. هنا عند هميزات او جوميا 209 ديال الدراهم، اما الثمن الاصلي ديالو ف 500 درهم، يعني بتخفيض 200 درهم. موقع اجنبي نفس البرودوي كنجيو كنلقاوه كيدير 6.39 دولار، يعني قرابة 65 درهم، 64 درهم، نفس المنتج بدون تخفيض وايصال مجاني الى المنزل. ناخذ واحد المنتج اخر اللي هو انيكاست، ناخذوه دابا نتابعوا القائمه. هادو غير امثله، مع ان الامثله عديده جدا. انيكاست، اين هو الانيكاست؟ ها هو المنتج، كيدير 289، اما الثمن الحقيقي ديالو فهو 600 درهم. نمشيو للموقع اجنبي كنلقاوه كيدير الثمن ديالو هوب 12 دولار، مع ايصال مجاني الى المنزل 12 دولار. نفس المنتج هنا موقع المغرب 289 في ثمن التخفيض، فرق كبير كبير جدا. هنا كيتضح بان خرافه ديال بلاك فرايدي او التخفيض واستهتار بعقول المغاربة، وكنتمنى الناس ما يوقعوش في هذا الفخ.